ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم دكتور رانيا، هديكم النهاردة ليسون 4 في كونسبت 2 1. خلاص؟ طيب، عنوان الدرس اسمه ايه؟ Rolling a car، اللي هو ايه؟ تعالى نشوف بقى حركة العربية. تعالى بيقول لي هنا بقى ايه؟ Look at the following figure، تعالى نبص على الأشكال دي، تمام؟ في الصورة دي. Then choose the correct answer، واختار يا معلم الإجابة الايه؟ الصح. طيب، if you roll يعني انت زقيت كده two cars عربيتين with two different forces بقوتين مختلفين، يعني واحدة تزقها بإيدك جامد وواحدة بالراحة، تمام؟ طيب where car B العربية رقم B دي is pushed with greater force than car A، اتزقت بفرصة أكبر من car A، يبقى which car travel a farther distance؟ يعني ايه farther distance؟ مسافة أكبر. ها، مين أكبر؟ بي اتزقت أجمل من إيه؟ يبقى مين مين هيتزق أكبر؟ برافو عليكم، برافو 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 برافو. أوكي، يبقى هنا في الشات حلوها صح، نشوف في الكومنتس بقى يحلوها إزاي. يبقى إيه؟ يبقى كار بي. طيب تعالى بقى نبص مع بعض. هنا بيقول لي you have learned about the cause of motion، انت عرفت سبب الحركة ايه؟ سبب الموشن ايه؟ والله سبب الموشن اللي انا خدته ان المفروض ان انا عندي ايه؟ عندي ان الفورس لازم تكون unbalanced، صح؟ عشان سبب موشن. طب لو الموشن ما فيش موشن خالص وما تغيرش الدايركشن، اللي ما تغيرش البوزيشن، ايه اللي يحصل؟ طبعا تكون الفورس ايه؟ الفورس كلهم equal وكلهم balanced، ويكونوا ايه؟ طبعا opposite ايه؟ direction، تمام؟ اوكي ماشي. طيب اوكي طيب ماشي، تعالى بقى نشوف الايه، تعالى نشوف التجربة دي، نشوف التولز. طيب جايب لي عربية ومسطرة، ماشي، بعدين يقول لك ايه؟ حط العربية، الحاجات دي متحفظش، ها متحفظش خالص، بس ده تجربة. هنا انا هشرحها حتى سريعا، هيقول لك ايه؟ ان العربية اتحطت عند starting point، يعني نقطة بداية، starting point يعني نقطة بداية. هنا أنا هبدأ من الزيرو هنا، خلاص؟ طيب هنا بيقول لي push a toy hard from starting point، زقها جامد، push كده زقها، خلاص؟ طيب بعد كده شوف record the distance، احسب بقى هي مشيت لحد أنهي سنتي. هنا بقى نشوف، هنا هنلاقيها وقفت هنا، وقفت هنا، تمام؟ احسب بقى ايه، اكررها، اعمل ايه، اقعد ازقها واسجل، اسوقها واسجل ايه، بيقول لي كرر التجربه واحد واتنين دي كذا مره، انك تزقها وتسجل هي وصلت لكام، سجل وشوف وصلت لكام. بعد كده find the average distance، يعني ايه average distance؟ يعني من الاخر مره تمشي لي 80، مره 70، مره 90، مره 60، مره 50، ايه ده؟ يعني من الاخر متوسط كام؟ حاجة كده نضيف الفيزيكس بعد كده. فالافريج ديستانس ده اما يقول لي احسب لي افريج ديستانس يعني اعمل ايه؟ افريج ديستانس يعني بقول والله انت مشيت 60 و80 و70 و90 و50 في كل مرة كان حاجة مختلفة، صح؟ طب انا احسب ازاي انا بقى دلوقتي؟ هتقول لي لازم احسب عن طريق ايه؟ اقول لك يعني انا كل مره جربت طلع دول. طيب اعملي 60 60 بلس 80 بلس 70 بلس 90 بلس 50 ديفايدد 1 2 3 4 5 5، دي كده الافريج ديستانس، يبقى بجمع اللي هو الديستانس اللي مشيها على ديفايدد الايه عددهم، عددهم كام؟ 1 2 3 4 5 5، تمام؟ طب حاجة مشيت 10 بلس 20 بلس حاجة مشيت، حاجة مرة أنا زقتها وصلت ل 10، ومرة زقتها وصلت ل 20، ومرة زقتها وصلت ل 40، ومرة زقتها وصلت ل 60، ومرة زقتها وصلت ل 70، ومرة زقتها وصلت ل 50. طيب عايز أحسب الـ average distance، ها هتحسبها إزاي؟ حد يكتب لي كده بسرعة؟ ها ماشي يا محمود، تمام. انت كنت بتضرب امثله. طيب ها، عندي 10 و20 و40 و60 و70، ها
هعمل ايه؟ عايز احسب average distance. ايه ال average distance؟ يعني من الاخر ممكن يمشي كام كده؟ فاقول له ايه، لا ده مشي 10 plus 20 plus 40 plus 60 plus 70 plus 50 divided. كم واحد هما؟ واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته، سته صح؟ 6 بس. تمام، برافو. تمام، يبقى انا بحسب كده واشوف ال average distance وصل كام. 6 كده هتكون كام هنا؟ 30 كده 100 كده كام؟ استنى نحسبها، نجيب الكالكوليتر نحسبها بالكالكوليتر. سلام، 6 تمام، هتطلع 6 في الاخر. تمام اوكي، طيب يبقى انا كده حسبتها. تمام، طيب تعالى بقى نشوف مع بعض، نمسح الكلام ده يا هوي. هو الكاميرا اشتغلت يا شباب؟ اشتغلت ولا لا؟ اي كانت لسه شغاله وقفلت. ظهر حاجة؟ يا فتحي ايه ده وقفلت؟ ثانية. طيب نكمل ولا كأن حصل حاجة. الحمد لله، اقفل وانزل الكاميرا والحاجات. تمام يلا بينا. الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا ستر. يلا ماشي. تمام، هكررها كذا مرة. تمام، وهعمل ايه؟ هريكورد الديستنس. خلاص، طيب بعد كده ايه قلنا؟ ايه ماشي. طيب تعال نشوف كده. تعالى بقى هنا، مرة هو زقها جامد ومرة زقها بالراحة وقعد يسجل برضو. هنا بيقول لي ايه؟ observation the car moves a large distance. الكار اتحركت مسافة طويلة. تمام، when it pushed hard، لما زقها جامد. تمام، ايه اللي حصل؟ اكيد اتحركت distance اكتر، صح كده؟ يعني انا زقتها جامد اكيد اتحركت ايه؟ large distance. يبقى pushed hard هتديني large distance. طب في الترايل الاولى، يعني في التجربة الاولى، الdistance اللي مشيها قد ايه؟ يعني ايه distance؟ يعني مسافة، عشان لو حد مش عارف distance يعني ايه مسافة. مشيها كام؟ 90 سنتيمتر. طيب في الترايل 2 75 سنتيمتر. طب ترايل 3 80 سنتيمتر. طب 4 كده. طب average distance حسب دي بلس دي بلس دي بلس دي divided 4 اداني 85، يبقى ال average distance اهي. طيب لما الكار ايه اعمل ايه؟ ازقها gently، ازقها بالراحة. خليك جنتل كده مع الايه؟ مع العربية، ما تزقهاش جامد. جنتل يعني ايه؟ بالراحة، زقتها بالراحة، زقتها بهدوء. هتعمل ايه؟ move a small distance، هتحرك حركة ايه؟ صغيرة. طب في التجربة الأولى، في الترايل الأولى مشيت 14 سنتيمتر. طب في الترايل التانية 17 سنتيمتر. طب في التالتة 20 سنتيمتر. طب في الرابعة 30 سنتيمتر. احسب لي ال average distance 14 plus 17 plus 20 plus 17 يديني ايه؟ على 4 divided 4 يديني 17. اوكي؟ طيب يبقى هنا الكونكلوجن بتاعها ايه؟ استنتجت ايه انا؟ اللي استنتجته، ثانية امسح الكلام ده، اللي استنتجته الكونكلوجن a hard push لما زق جامد. hard push اللي هيحصل ال object travel long distance، هتمشي ايه؟ مسافة طويلة. ما انا زقيت جامد فهتمشي مسافة طويلة. طب gentle push زقة صغنونة، اللي يحصل ها ان الاوبجكت ماله ترافل ايه؟ a small distance، تمشي ايه؟ small distance يعني مسافة ايه؟ صغنونة. تمام، يبقى انا ما زقتها بالراحة، زقتها جنتل، فاللي يحصل اتزق ايه؟ بالراحة. طيب if the same force، لو انا بقى تعالى بقى نشوف الحتة دي، انا فهمت الحتة دي اعتقد فهمتها. لما gentle push small distance، hard push long distance، gentle push small distance، hard push long distance. طيب تعالى بقى نشوف مع بعض. نوت if the same force، لو انا تعالى بقى نشوف التوي كار اللي هي دي والتوي تراك الكبيره دي، عربيه نقل كده وعربيه كده، وزقتهم بنفس الفورس، same force. يعني بص بقى كده، انا معايا طفل صغنون ومعايا راجل كبير، ولا انا هزق الطفل وازق الراجل، يا ترى مين اللي هيتزق اكتر ويمشي مسافه ابعد؟ مين؟ اكيد الطفل، عشان small object، object صغير. تمام، انما truck large object او bigger object، يبقى ايه؟ يبقى هيمشي short distance، هيتزق زقه بسيطه مش بعيد يضربني على وشي. تمام، يعني زقه او طخ بايد التانية.
خلاص يبقى الكار ذا سمول اوبجكت ويل ترافل ا فارذر ديستانس. يعني ايه فارذر ديستانس؟ مسافة ابعد. تعمل ايه؟ مسافة ابعد. اصلا سألت الاتنين بنفس القوة بنفس الفورس، ايه اللي يحصل؟ ان الاتنين هيتحركوا. طب اللي هيتحرك حركة صغنون اكيد ده التخين، طب اللي اتحرك حركة اكبر اكيد ده ايه؟ الصغنون. تمام، الكبير يعني الكبير هو اللي اتحرك حركة صغنونة، والصغير هو اللي اتحرك حركة ايه؟ كبيرة. التراك اللي هو البيجر اوبجكت ويل ترافل ا شورتر ديستانس، هيمشي مسافة ايه؟ هيمشي مسافة اقصر. تمام، طيب تعال نشوف check your understanding. تعال بقى check مع بعض. A toy car travels a very small distance. التوي كار الصغنونة دي travel a very small distance، تمشي distance صغنونة. برافو، ايوه كده حلو، برافو عليكم. شوفوا بيحلوا في الشات وبابي بيحل في الكومنتات، في ناس تحل معانا هيقف في الكومنتات. طيب a toy car travel very small distance، هتمشي مسافة صغنونة. when it is pushed hard، لما زقها جامد اكيد لا، يعني زقتها جامد هتمشي بالراحة وهي توي كار هي صغنونة؟ لا. طب تاني واحدة، when you throw a bowling ball، لعبة البولينج دي اللي انت بتزقها وتروح موقعة كذا واحدة. تمام، and a tennis ball in air، لا كرة البولينج الكبيرة دي اللي بيمسكوها جامد وبيزقوها وانت معاك بتاع التنس كده اللي هي صغنونة دي، رميت الاتنين في الهواء in air with the same force، بنفس الفورس. The bowling ball will move faster، هتمشي أسرع يا جدعان. البولينج بول، البولينج اللي تقيلة جدا، تقيلة جدا، مين هيمشي أسرع؟ ايوه كده ركزوا. مين؟ ايوه طبعا. ايه غلط اللي ان انا برمي البولينج وبرمي التنس في الهواء، مين هتتحرك اسرع؟ اكيد الصغيره يعني. اكيد، انما التانية بتاعت البولينج دي تقيله جدا، شوف الفيديوز بتاعتها تقيله. اوكي طيب كده ان شاء الله نكون خلصنا ليسون 4، يا رب تكونوا فهمتوه كويس. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد، ما تنسوش تبعتوا الفيديو لاصحابكم، واللي عنده اي سؤال او عايز يشترك في نظام الاونلاين يقدر يبعت لي على 010-299-19-5557. تمام، يا رب تكونوا فهمتوا كويس، وقابلكم الدرس الجاي ان شاء الله.